بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الباحث عن معتل العين، وذكرنا أنه هو الفعل الذي تكون عينه من حروف العلة ويسمى الأجوف، وقسمنا البحث فيه إلى الفعل الثلاثي المزيد والفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي المجرد والفعل الثلاثي المزيد. وذكرنا أن الفعل الثلاثي المجرد يطرأ عليه التغيير، يعني حين نشتق نطبق عليه قواعد الاشتقاق في الماضي المجرد نلاحظ هناك تغيير، كقلب عينه إلى ألف، أو في المبني للمجهول تقلب عينه ياء وما شابه ذلك. وكذلك في الفعل المضارع حين نطبق عليه قواعد اشتقاق الفعل المضارع أيضا تطرأ عليه قواعد الإعلال، تطرأ عليه التغييرات، وكذلك في الأمر. وصل بنا البحث في هذا اليوم إلى الفعل الثلاثي المزيد، فإذا طبقنا قواعد الاشتقاق اشتقاق المزيدات الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، هل يطرأ على الأجوف تغيير أو لا يطرأ عليه تغيير؟ الأوزان المزيدة الفعل الثلاثي المزيد إما مزيد حرف واحد وهو ثلاثة أبواب، وإما مزيد حرفين وهو خمسة أبواب، وإما مزيد ثلاثة حروف وهو أربعة أبواب، فالمجموع 12 بابا. من هذه الاثنى عشر، من هذه الاثنى عشر باب لا يعتل منها إلا أربعة، يعني ثمانية أبواب تعامل معاملة الصحيح سواء كانت في الماضي أو في المضارع أو في الأمر أو حتى في المصدر، فلا يتغير منها شيء، لذلك لا نبحثها. مثلا قوله وزن فعله، أو قاوله أو تقاوله أو تقوله، هذه لا يطرأ عليها التغيير. هناك أربعة أبواب فقط في المزيدات من الأجوف يطرأ عليها التغيير، وهي كان البحث هكذا، إما ثلاثي مجرد وإما ثلاثي مزيد. هذا البحث تم فيه. نأتي إلى الثلاثي المزيد، قلنا لا يعتل منه إلا أربعة، وهي وزن أفعل أو باب أفعل، ومن الثلاثي المزيد حرفان إن فعل، و وافتعل، ومن الثلاث المزيد ثلاثة أحرف وزن واحد وهو استفعل. أفعل وهو مزيد ثلاثي مزيد حرف واحد، وإن فعل ثلاثي مزيد حرفان، وكذلك افتعل استفعل
ثلاثي مزيد ثلاثة أحرف. فقط هذه الأوزان الأبواب الأربعة هي التي يطرأ عليها التغيير، لذلك نبحث فقط في هذه الأربعة. مثلا أفعل مثالها أجوبة، أجوبة. كيف يطرأ عليها التغيير؟ أفعل أجوبة، هذه أجوبة بما أن حرف العلة متحرك وما قبله ساكن فنغير مكان الحركة، ننقل حركة العين إلى الفاء، ننقل حركة حرف العلة إلى ما قبلها، فستكون هكذا أجوبة، كانت أجوبة تكون أجوبة. فنجري عليها القاعدة، حرف علة ساكن قبله متحرك يقلب حرف العلة إلى ألف، فالنتيجة ماذا تكون؟ أجابة. فهنا كم قاعدة من قواعد الإعلال طبقت على وزن أفعل حين نشتق منه الفعل الماضي؟ قاعدتان، قاعدة النقل نقل الحركة، والقاعدة الثانية قاعدة القلب، قلب حرف العلة من الواو إلى الألف. هذا بالنسبة إلى أفعل في الماضي. كذلك هذه أجوبة إذا أردنا أن نشتق منها الفعل المضارع. أفعل كيف نشتق منها الفعل المضارع؟ نضيف ياء أو أي حرف مضارعة، نضيف ياء مثلا مضمومة ونحذف الهمزة للثقل ثم نكسر ما قبل الأخير. نطبق هذا على المثال أجوبة، فنضيف ياء مضمومة والهمزة تحذف فنقول نكسر ما قبل الأخير يجوبوا، هذا بالنسبة إلى المبني للمعلوم. جيد، نفس الكلام هنا، بما أنه حرف العلة متحرك وقبل ساكن فننقل حركة العلة إلى ما قبله، تقول يجوبوا، حرف العلة ساكن كان متحرك قبل ساكن، الآن هو ساكن وقبله كسرة، فتقلب حرف العلة الواو تقلب إلى ياء، تقول يجيب، إذن أفعل سواء كانت في الماضي يجري عليها النقل ثم القلب، أو في المضارع كذلك النقل ثم قلب، فأولا ننقل حركة العين إلى الفاء ثم نقلب العين إلى ياء باعتبارها هنا ماذا؟ كانت حرف العلة ساكن وقبله كسرة فيقلب إلى ماذا؟ إلى الياء. هذا بالنسبة إلى المبني للمعلوم. كيف نبنيه للمجهول؟ بناء البناء للمجهول إما في الماضي وإما في المضارع. الآن هذا البحث في المبني للمعلوم، الفعل الماضي المعلوم والفعل المضارع المعلوم. جيد، الآن إذا أردنا أن نبني هذا الفعل الماضي إلى
نبنيه إلى مجهول. نقول نفس الكلام، كيف يبنى للمجهول؟ بضم أوله وكسر ما قبل الأخير. أجوبة صير أجوبة. أجوبة قاعدة واحدة، ننقل حركة العين إلى الفاء، ثم سيكون حرف العلة ساكن وقبله كسرة. أجوبة، النتيجة تقول أجيبة. إذا المضارع نريد نبني للمجهول، نفس الكلام، المضارع إذا نريد نبني للمجهول تقول نضم حرف المضارعة ونفتح ما قبل الأخير. في وزن أفعل إذا الأخوة يتذكرون، أفعل إذا أردنا أن نبنيه المجهول، أو المضارع بشكل عام، نضم حرف المضارع ونفتح ما قبل الأخير. جيد، صارت يج وبو. نفس الكلام، ننقل حركة العين إلى الفاء، ثم نقلب العين بجنس حركة الفاء، فتكون هكذا يجاوب، النتيجة يجاب. هذا تمام الكلام في المضارع والماضي من أفعله، سواء كان المبني منه للمعلوم أو المبني منه للمجهول. إذا كان مبني، إذا كان فعلا ماضيا، فإذا كان مبني للمعلوم ننقل حركة العين إلى ما قبله، وهي ما هي حركة العين؟ الفتحة، فيقلب العين ألفا. إذا كان مبني للمجهول ننقل حركة العين إلى ما قبله، لكن ما هي حركة العين؟ الكسرة، فيقلب ياء. تقول أجاب بالمعلوم وأجيب في المجهول. كذلك في الفعل المضارع المبني للمعلوم ننقل حركة العين إلى ما قبله، حركة العين هي الفتحة، فتقول الكسرة، تقول يجيب، يجيب. وفي المعلوم في المجهول ننقل حركة العين أيضا إلى ما قبله، وحركة العين في المبني للمجهول فتحة، تقول يجاب. هذا بالنسبة إلى الفعل الماضي والمضارع، وفي كلا القسمين المعلوم والمجهول بالنسبة إلى وزن أفعل. جيد، نأتي إلى الوزن الثاني. هذا الوزن الأول، ولاحظنا أن الإعلال موجود فيه، النقل والقلب في المعلوم والمجهول. انفعل الماضي والمضارع. ما هو مثال انفعل؟ تقول في مثال انفعل انقاده، مثالها اكتبه هنا، انقوده. كما تلاحظ حرف علة متحرك قبله فتحة، لا نحتاج إلى نقل، وإنما نقلب مباشرة. حرف علة متحرك قبله فتحة فيقلب انقود، النتيجة تكون انقاده.
فهنا لا نحتاج إلى النقل وإنما نحتاج إلى القلب فقط، باعتبار أن حرف العلة متحرك وقبله ماذا؟ فتحة. انقاد. كيف نبنيه للمجهول؟ يبنى المجهول بهذه الطريقة. في وزن انفعل، وكل وزن أوله همزة وصل، مو همزة قطع، هذه همزة قطع، لا، كل وزن أوله همزة وصل. كيف نبنيه للمجهول؟ نضم أول متحرك منه ونكسر ما قبل الأخير. همزة الوصل تكون بالتبع مضمومة. فأنقود. جيد. الكسرة ثقيلة على الواو، ولا نستطيع أن نقلب الواو. لماذا؟ لأن الواو متحركة قبلها ضمة، فالمفروض تبقى واوا، والكسرة ثقيلة على الواو، فلا بد أن نتخلص من هذا الثقل. ماذا نفعل؟ ننقل حركة العين إلى ما قبلها، إلى ما قبلها. أنقود. فحينئذ حرف علة ساكن قبله كسرة يقلب إلى ياء، تقول انقيد. طبعا حين تتغير حركة العين، حركة همزة الوصل تتغير بالتبع فتكسر أيضا، فنكسر همزة الوصل و تكون النتيجة انقيدة. هذه الواو تقلب إلى ياء لانكسار ما قبلها، انقيدة. فإذا انفعل في الماضي يعتل بالقلب فقط، بينما في الماضي المعلوم بالقلب فقط. أما الماضي المبني للمجهول فنحتاج إلى خطوتين: نقل حركة ثم ماذا؟ ثم نقلب. فتقول انقود بعدين انقود ثم النتيجة انقيد. هذا بالنسبة إلى الفعل الماضي. جيد. الفعل المضارع، فعل المضارع إما المعلوم وإما المجهول. الفعل المضارع المعلوم مثلا انقود أو انقاد، كيف نشتق منه المضارع؟ ينقود، ينفعل، ينقود. ينفعل، ينقود. فعل حرف علة متحرك، حرف علة متحرك قبله فتحة يقلب إلى ألف، تقول ينقاد. ينقاد. إذن المضارع المعلوم يحتاج إلى قاعدة واحدة وهي القلب، كما في الماضي. الماضي المعلوم يحتاج إلى قاعدة القلب مباشرة، كذلك المضارع المعلوم، ولا نحتاج إلى النقل. أما بالنسبة إلى المبني للمجهول، تقول ينقود، ينقود، نضم حرف المضارع ونفتح ما قبل الأخير. ينقود. فكيف يعتل؟
يعتل بهذه الطريقة بالقلب فقط أيضا، بالقلب فقط ولا نحتاج إلى الناقل. تقول لماذا؟ لأن حرف علة متحرك قبله فتحة، تقول ينقاد. ينقاد. فإذا وزن إن فعله في الماضي المعلوم والمضارع المعلوم والمضارع المجهول يحتاج إلى قلب فقط، أما في الماضي المجهول فيحتاج إلى النقل والقلب، يحتاج إلى خطوتين، يحتاج إلى قاعدتين. فإذا تم البحث في أفعل وإن فعل بالنسبة إلى بحث الماضي والمضارع المعلوم والمجهول. نأتي إلى وزن افتعل. افتعل مثالها اختار، اختير. أيضا نبحث بنفس الطريقة، الماضي المضارع الماضي